إذا كما هي العادة دائما باش نفتحوا الأظرفة كنشوفوا الساعة 7:35 أو 47 دقيقة، كناخذوا الظرف الكبير باش نفتحوه. طبعا كنحضروا معنا جوج ديال المترشحين اللي جاوا باش يوقعوا معنا في المحضر ديال الفتح، بالإضافة إلى رئيس مركز الملاحظ والسيد المداوم واللجنة كاملة، باش كنفتحوا الظرف كلشي كيحضر على أن الظرف مازال مشدود، والمادة كنتأكدوا من المادة والساعة، ثم بعد ذلك كنفتحوا الأظرفة باش نوزعوها على الأقسام. يعني الأظرفة الصغرى غتمشي، كل ظرف كيمشي للقسم ديالو، وتما كيتم الفتح ديال الأظرفة الصغرى داخل القاعة. طبعا في ظل هذه الاجواء السائده الحمد لله الامور داز. البدايه ديالها كانت امس، هي نهار 1 يوليوز. طبعا عندنا هنايا الامتحان كيضم هنايا في المرحله الاولى عندنا الاحرار الادبي، يعني الشعبه الادبيه، 120 مترشح مقسمين على 12 ديال القاعات، كل قاعه فيها 10 ديال المترشحين. المواد اللي دازت البارح طبعا في الاول كانت الماده الاولى اللغه الفرنسيه، ومن بعدها كانت التربيه الاسلاميه، واليوم كما لاحظتوا الفتح ديال الاظرفه، يعني في الكتابه كان الفتح ديال الظرف الكبير، كانت عندنا الرياضيات، الماده ديال الرياضيات. فالاجواء اللي لاحظتوا الاجواء الحمد لله جيده، رغم ان كنعيشوا هذه الظروف الخاصه او الاستثنائيه، فالامور الحمد لله كاين التعقيم ديال التلامذة في الباب، كاين الكمامات موضوعه رهن الاشاره ديال المترشحين والمترشحات، المواد ديال التعقيم في الباب كما شفتوا راها عندنا كل قاعه عندها المواد ديال التعقيم ديالها. طبعا احنا سبق وعقمنا القاعات كاملة الحمد لله، فالأجواء عادية. للملاحظ هو هذه القضية الأحرى، ودائما كنأكد عليها، هناك غياب ديال المترشح الأحرار. دابا الحال حوالي الآن عندنا حوالي 45% ديال الغياب، هذا هو الأجواء اللي كتمر فيه. أنا هنا في المركز الحقيقة حوالي 15 يوم ديال الاستعدادات، لأن حاولنا نهيئوا الأجواء ديال الفضاء ديال المؤسسة. أنتم كتشوفوا الفضاء الحمد لله، حاولنا نهيئوا واحد الفضاء اللي ديال الاستقبال ديال المترشحين يكون في المستوى، بالإضافة للمطبوعات، كل شيء ديال المترشحين المطبوعات كلها مهيئة. التشوير، عملية ديال التشوير كانت على خارج باب المؤسسة ولا داخل فضاء المؤسسة، باش المترشحين لما كيدخلوا من المركز كيجبروا يعني كيدوزوا بكل سهولة للقاعات ديالهم. مشت يعني غير في الدار وصافي، الدار باغ انترنيت، وتقريبا كلشي كان استثنائي، غير ديك الجلسة في الدار راه كافية. كدي موراليزيك ما كتخليك كاع باش تركز في القرايه ديالك. يعني بمعنى كاين اللي كيقول بانه في هذا الوضع هذا ديال الحجر الصحي بالعكس راه سهلج على التلامذة انهم يجلسوا في الدار. لا بالنسبه لي انا كنسم ستريس، يعني كتخرج كتقدر كديفولي شويه عاد كترجع يعني تخدم ولا هذا، اما باش جالس وبالتالي كان عيب اضافي. هذا الشيء انا بالنسبه لي. كيفاش دوزتي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله، يعني داك الشيء اللي قدرنا عليه درنا والكمال على الله. كيفاش جاتك الاجواء ديال الامتحان؟ لا مزيان الحمد لله، زعما كلشي الاجراءات كلشي مسهل، يعني مزيان بالنسبه لي انا عجبني الحال. الاسئله كانت في المتناول؟ كنظن اليوم كان عندنا امتحان ديال الرياضيات، الحمد لله كلشي كان بخير، الامتحان في مستوى اساسيد الله يعطيهم الصحه، كلشي بخير. الناس مكلفين المدرسه عاملين الواجبات ديالهم معقمات كما هي مجدادين، ملي كنساليو امتحانات كعاوتاني كيعطيو لك مين جدادين، والتباعد يعني بين الطويلات يعني من هادم متر ونص بيناتهم. ايوا امتحان جا في المستوى الحمد لله، جاوبنا عليه، يعني كلشي كان في متناول التلاميذ، يعني ما كاين حتى شي حاجه صعيبه. انا استاذه ناديا شيوا، انا كنقري في ثانوي الترازي، وبحكم ان هذا الوضع جديد علينا وهذا هذا الوباء اللي هو يعني صعيب، يعني كانوا الاحتياطات يعني كامله من الدخول الى قاعات ديال الحراسه، يعني يعني ما الحمد لله التلامذ كانوا مفرقين يعني عدد قليل، وكان في البدايه كان الحراسه كانت مزيانه بحكم ان الاحرار يعني العدد ديالهم قليل،
واذا بنا حنايا كنتفاجئوا بان التلميذه في لاكروس ديالها هذا بان عندها واحد التليفون ما عرفنا واش خرجته من جيبه واش كيفاش عملت الله اعلم. هذا هو اما الاجراءات اللي وقعوا ديال حاله الغش كلها اتخذت المجرى ديالها الاداري يعني بكل صرامه والحمد لله بالنسبه لكل واحد كيدي حقه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.